السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية المشمش في المنام للفتاة العزباء، وهل له علاقة بالزواج، بالنجاح، بالدراسة؟ نعم، له علاقة جامدة جدا. المشمش لو رأتيه كان عاجبك، كان طعمه حلو جميل غير متعفن، صالح للأكل، اعرف ان انت هتحصلي على منافع كبيرة جدا الفترة اللي جاية من جهد، ولكن هتنجحي، من بحث ولكن هتلاقي، من حب الناس، من رزق. يعني بمعنى أصح، رؤية المشمش في المنام هي فرصة هتجيلك في وقت مش هيتعوض، ولكن بشرط تكوني رأيتي الرؤية دي في موسم المشمش نفسه. تيجي تقولي لي أنا شفت المشمش وكان طعمه جميل جدا وفرحانة جدا في الرؤية، ولكن أنا قمت من الحلم وعرفت إن ده مش موسمه للأسف. هقولك هتستنظري شوية، هقولك هتتعبي ولكن مش هتجني تعبك دلوقتي، هقولك إنك هتتزوجي ولكن مش دلوقتي، لسه ما تعرفتش على الشخص المناسب، هقولك إن في رزق جاي لك وفي نجاح وفي زيادة في الرزق وفي الحب وفي الصحة وفي المال الحلال، ولكن محتاجة برضو دعوات واستنظار وصبر شوية. أما لو رأيت المشمش في موسمه، اعرفي على طول بأنك هتحققي طموحات ورغبات وأمل حضرتك مستنظراهم، هتحققيهم بإذن الله تعالى. أما لو هو في غير موسمه، اعرفي إلى أنك هتمر بشوية تعب، بشوية إرهاق، بشوية مثلا مرض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هيجعلك تتعدي كل ده بفضل أيضا ثقتك في الله سبحانه وتعالى. أما لو رأيتي أن المشمش متعفن، طعمه مش عاجبك، لونه مش عاجبك، أخضر، يعرف أن أنت هتعاني من متاعب ومصاعب وإرهاق ومرض، أي حاجة من اللي أنا ذكرتهم دول، مش شرط أن يجيلك كل ده مرة واحدة لا قدر الله، ومحتاجة دعوات كتير عشان تقدري تخرجي من كل ده. لو شغلك أحلام ومزودة أو هامل، خليكي معايا أو كلميني على الخاص مع نورهان، حلمك هيتفسر بإذن الله ويكون خير ويتفسر ويتحقق كمان، ومعانا أحلامك الحلوة هتتكرر والوحشة هتنسيها.